اليوم العالم يعيش ما يشبه هزة اقتصادية عنيفة لم يعشها من قبل، ماذا نتوقع من القمة تجاه هذه الهزة؟ بس عليك بالخير وعلى المشاهدين الكرام. قبل نطق لسؤالك، فعلا احنا فخورين اليوم مثل ما تفضلت في مقدمتك اخوي فرح. اليوم يوم تاريخي، يوم مشاركة المملكة، المملكة اليوم تمثل الأمة العربية كاملة في دول 20 في قمة الاقتصاديات العالم. منظمة دول 20 هي تمثل 85% من اقتصادات العالم، 30 شعوب العالم. هي لا تمثل هذه الدول فقط، هي تمثل القارات مجتمعة. الدول الممثلة في المجموعة تتبعها هي دول قيادية في مناطقها، دول قيادية في منظوماتها. فإحنا نتكلم اليوم عن قمة عالمية تشمل كل دول العالم وليس الدول 20 المنية، لأن الدول الممثلة اليوم هي تمثل مناطق وتمثل قارات وتمثل مناطق اقتصادية متعددة. فعليا قمة دول 20 بدأت في 99 في وزراء مالية، وهي قمة ذات طابع اقتصادي ومالي بالدرجة الأولى، وامتدت ثم توسعت وأصبحت الآن تهتم في شؤون الكرة الأرضية والمناخ وأمور تهتم بالله. هي دول أو نادي لرسم مبادرات لمستقبل العالم، مستقبل الكرة الأرضية، سواء كان الأمور الاقتصادية أو الأمور التي تكفل سلامة الكرة الأرضية اللي يعيش عليها البشر، تمكين البشر، تحقيق الرفاه الاقتصادي لشعوب العالم مجتمعة. اليوم تأتي القمة في ظرف استثنائي شديد ولم يمر على العالم جائحة كوفيد 19 أثرت على كل اقتصاديات العالم، على كل شعوب العالم، الدول الفقيرة والدول الغنية. العالم ينظر اليوم إلى القمة، ليس يمكن، هناك اقتصاديات تستطيع مواجهة الجائحة، تستطيع مواجهة آثارها، تستطيع الانتعاش مرة ثانية، ولكن هناك من دول العالم، هناك من شعوب العالم من ينظر إلى هذه القمة ومن ينظر إلى هذه الدول الممثلة في القمة إنها تجد مبادرات. استبقنا الأحداث واستبقنا النتائج. سؤالك تقول المفترض، احنا استبقنا في القمة الافتراضية اللي صارت في شهر مارس، استبقناها بمبادرات أطلقها خادم الحرمين الشريفين اللي هي مساعدة الدول الأكثر فقرا والدول الفقيرة على مواجهة الجائحة، ظهرت بوادرها. دول العالم أو دول العشرين بادرت بحلول اقتصادية لمساعدة هذه الدول على مواجهة كورونا. سمعنا اليوم عن وزراء المالية في دول العشرين أقروا البروتوكول أو هيكلة إعادة هيكلة الديون للدول الفقيرة بما يسمح لها في مواجهة كورونا، منها إعفاءات أو شطب ديون، منها تأجيل بعض مصاريف الديون. المأمول من نتائج القمة اليوم هي إيجاد فعلا مبادرات اقتصادية تمكن العالم وشعوب العالم من مواجهة الجائحة.